الايديولوجي، وعرفت ان انا بقسمها الاسكليوتيك و نون اسكليوتيك، ده الايديولوجي. بعد كده الباثولوجي قلت ما يهمنيش، كلينيكال بيكتشر كلينيكال بيكتشر ابيع الوحده الوطنيه كلينيكال بيكتشر بتاعتي وكتبوا عندي السيمبتومز، وكتبوا السيمبتومز اللي لازم تتكتب بالترتيب اللي هو البين سنسوري تشينجز. ما عندناش نقول دي جنجرين بقى خلاص، ايمنت جنجرين، وبعد كده الدراي جنجرين. وقلت لكم البين نوعين اللي هو الانترميتنت كوليكيشن والريست بين. السيمبتومز اتكلمنا على ساين، قلت لكم هاو تو اكزامن كرونيك اسكيميا، ها؟ بريس اند سي هاو كولر سيل. بريس اللي هي البلد، سي سنسيشن، هاو هي كولر اللي هو الكولر، فيد اللي هي الفانكشن. وقلنا ما ننساش حاجه اسمها سبيشال سيستم. وقلت لكم انتوا عندكم سبيشال تيست كتيره، اهم واحد فيهم انت ما عملتوش الدكتور هيعملوا فيه اللي هو الايه؟ كابيلاري فيلينج تيست وفول ستوب. وقفت لحد كده الاسبوع اللي فات. النهارده ان شاء الله هنخلص الكونيك سكيمي، الناس اللي بتقعد تعد الصفحات، هي عدد الصفحات قليل بس تحس ايه بقى؟ في العضل، في الوريد، يعني هي حصه كعدد صغير بس حصه ثقيله الفهم يعني. كان في حاجه هي اسمها دياجنوزك. نعم ان شاء الله ده تكون الكيمياء كده. طيب في حاجه انا قلتها لكم المره اللي فاتت بس ما علقناش عليها، علقنا عليها بسرعه. قلت لك ايه؟ لما تخش على حاله كلينيكال كونيك سكيمي والدكتور يسالك حالتك ايه؟ يبدي تقول له ايه؟ يقوم قايل له كونيك سكيمي، يقوم قايل لك ايه؟ صح ما يلا؟ ما هو العيان عارف ان هو عنده كونيك سكيمي، ايه الفرق بينك وبين العيان؟ خلاص؟ لازم تحدد الايه؟ الليفل، مش كده؟ ده مكتوب عندك تحت عنوان اسمه دياجنوستيك. الدياجنوستيك ده يكتب مع الكلينيكال بيكشر. يعني انت سيادتك لازم تقول طبعا خلاص قلت اكيوت ولا كونيك سكيمي. الحصه اللي فاتت قلت لكم بالسالفه الشفوي هاو تو ديتكت الديجري اوف سكيمي، ها؟ ازاي احدد الديجري كلينيكال؟ كوليديكيشن ديستنس، كوليديكيشن تايم، ريست تايم، والبرجر. النهارده بقى هاو تو ديتكت الليفل اوف اوبستراكشن. تبص عليا عشان تقول يا ترى هو الاوبستراكشن هنا يعني مثلا فيمو جوبلوتير خلاص، ولا هو هنا ولا هو هنا، فين بالظبط؟ كلينيكالي قبل ما تطلع العين اشعه مفيش حاجه اسمها في الدنيا بليس وانجيو اونتولوجيزم، مفيش حاجه اسمها كده. لا انت بتقول ايه؟ انجيو على الفيمو بوبلوتين، انجيو على مثلا على الدوزان، انجيو على كذا، مفيش حاجه اسمها لو سمحت اعمل انجيو على الله لما اطلع احمر مش عارف احدد الاستراكشر فين كلينيكال. طيب بتبص على ايه؟ رقم واحد ببص على البلد، رقم اثنين على البيز، رقم ثلاثة على البروين. ثلاث حاجات اهم بين البص البروين، نسيبهم واحدة واحدة. قلت لكم الحصة اللي فاتت ان في الاوروطة بيتفرع على ايه؟ الاثنين كومون اليا، والاثنين كومون اليا بيتفرع على ايه؟ اكسترنال وايه؟ اكسترنال. طيب اهو والاكسترنال بيكمل تمام. امسك بقى اول اوبستراكشن ده اول حاجه لو هو اورتو الياك اوبستراكشن. يعني ايه؟ يعني انت عندك سوربس قافله دي اللي هو الاوردر باي كوتيشن. طيب اول حاجه في البوست لمبا بوي بص بص منين؟ ده من اول الفيمر وانت نازل، يعني الفيمر لوست، البوبلوتيا لوست، الدوزاليس، كل حاجه لوست. طيب يبقى البلس اكسر ان بوز
اخبار البيت موجود برضه فين؟ بص هو ليفربول ومنين؟ ده من اول الكورنتيه ميشن لحد تحت، لان انت القفل عندك من فوق. طيب رقم ثلاثه يبقى ده البيت برضه في البوس لور ليف، ويبتدي من اول الايه؟ الكورنتيه ميشن لحد تحت. رقم ثلاثه البروي يعني ايه؟ قلت لكم المره اللي فاتت لما تيجي تحط السماعه على الارض نتيجه الستينوزس او الاوبستراكشن ممكن تسمع بروي. هنا مكان البروي فين؟ مش هو اورطو ايليس؟ حط السماعه هنا عند مكان الاورطو خلاص اللي هو ابوف الامبريكس، تسمع ايه؟ تسمع بروي. تمام؟ يبقى انا عرفت البص اخباره البين ها البروي. انزل تحت شويه بالاوبستراكشن. رقم اثنين اليو فيمورال يعني اوبستراكشن هنا او هنا ايا كان في الحته دي. ايه رايك؟ نفس المانيفستيشن ده بس فين؟ هي واحده يعني. رقم واحد البلز از ابسنت من اول الفيمر وانت نازل بس فين؟ في ناحيه واحده. البين من اول الكوليتير وانت نازل بس في ناحيه واحده. طب هنا البروين از الياك ليجن بدل الاورطه هو القفل عند الالياك مش كده؟ يبقى تحط السماعه هنا اهو عند الالياك تسمع ايه؟ البروين. ماشي ادي رقم اثنين. انزل تحت رقم ثلاثه فيمو بوبلوتير. ده الفيمر المفروض الفيمر بيكمل ايه؟ بيكمل بوبلوتير. طب ايه رايك لو القفله هنا يعني ده مثلا سي بوبلوتير يعني القفله بكام صباع كده اهو. ايه رايك؟ البص اخباره ايه؟ ها؟ ابسنت بوبلوتير ولكن الفيمر ايه؟ محسوس مش كده؟ ادي اول واحد يبقى ادي البص. طيب البين هل البين هيبقى في البوبلوتير بيشوف بقى؟ لا ده من اول الصيف وانت نازل مش كده؟ طيب رقم ثلاثة البروي هتسمعه فين؟ هنا اهو حط السماعة هنا وتسمع ايه؟ تسمع البروي. طيب انزل تحت رقم أربعة فين؟ ديستال بقى ديستال يعني ايه؟ في انتيريو بوستيريو تيبيال مثلا ها البلز البوبلوتير محسوس ولكن الدوزاليس مش محسوس يبقى معناها ان الاوبستراكشن هنا ادي واحد. رقم اثنين البين في القف مش كده؟ رقم ثلاثة البروين مفيش بروين مفيش بروين هنا اهو. ليه؟ لأن البتن هنا صغير قوي لدرجة إن هو ما يديش بروين. خد بالك من دي، البروين سمع في المنطقة دي كلها بس ما يتسمعش هنا. سهلة؟ سهل. ليه؟ تعليق صغير بيتسأل في الشفا. اللي هو إيه؟ ده هو. الأورطة إيه يا جدعان؟ جه عالم قليل الأدب اسمه إيه؟ اسمه ليرايش. عمل حاجه اسمها ليرايش صندوق. ليرايش ده كان راجل قليل الادب، ليه؟ قال لك الاورطو ايه اللي بايكوكيشن تمام؟ قال لك كل هم العيان ايه؟ مش البين ولا ان رجله الاثنين طايرين، لا كل هم العيان هو الامبوتنس. يا قليل الادب يعني هو ده اللي حزقه؟ ليه؟ لانه قفل البلاس سبلاي بوست اللي راح للجينيتال اورجن، مفيش اريكشن اصلا. لانه قفل الايه؟ الناحيتين. يعني الامبوتنس ما حصلش الا هنا، امال كل ده ما يحصلش امبوتنس لان في بلاس سبلاي ناحيه ثانيه. يبقى ليرايش وصف الامبوتنس اللي بتحصل مع ايه؟ اوتو ايليا بايفوكيشن. بتتسال في الشفوي يقول لك يا ابني تسمع عن الليرايش سندروم؟ تقول له تقول له ده الاوتو ايليا اوبستراكشن بيحصل فيها ايه؟ امبوتنس. عشان كده في الشفوي يقول لك انت يا ابني لازم تسال على الامبوتنس هيستوري علشان اهي الليرايش سندروم. تمام؟ ادي الايه؟ ادي هارت ديتكت. هو يا دكتور لو حصل مفهوم ان هي كان ليك على ريكي عامل ايه؟ لا مش هيحصل امبوتنس. انا عندي امبوتنس في ناحيتين، بلاد سبلاي من ناحيتين، يعني في بلاد سبلاي جاي من هنا وبلاد سبلاي جاي من هنا. خلاص انت قفلت لي هنا، في بلاد سبلاي جاي من ناحيه ثانيه. خلاص طبعا بيعمل اريكشن عادي، امال المشكله لما انت تقفل الناحيتين مفيش اريكشن بقى خلاص. ده اللي ايه؟ ده هارت ديتكت ليفل اوف اوبستراكشن. مهم يا جماعه جدا، لو ما كتبتوش في الامتحان هتنقص. طيب تعالى ناخد الانفستيجيشن. الانفستيجيشن خلاص الحاجات بتاعت الانفستيجيشن خدناها، في حاجات لسه ما خدناهاش متأكدة. ايه الانفستيجيشن؟ في عندك جنرال او نون سبيسيفيك انفستيجيشن اللي هي تو ديتكت جنرال كونديشن اوبسرفيشن اللي هو الكلام التحشيش تبع سي بي سي كوكا فانكشن سي دي فانكشن اي سي جي معرفش ايفو ده الكلام الهطس اللي هو بتاع اي عملية. طبعا ده لا مؤاخذة. تعالى على السبيسيفيك بقى اللي انا خدته في الاكيد سكيمي لما جيت قلت لكم اي ارتيريال سيستم هاو تو اسيست هما ايه؟ ايه؟
انا عندي اقسمها نون انفيزبل الاول وانفيزبل. نون انفيزبل اللي هو دوبلر بس والدوبلكس، وعندك اذر دوبلر ودوبلكس واذر، والانفيزبل اللي هو الايه الانجيو بانواعه. لما جينا سالنا قلت لكم ايه الفرق بين الدوبلر والدوبلكس، لما سالت الشفوي ايه الفرق بين الدوبلر والدوبلكس تقوم قايل ايه؟ عوني بقى ايوه تقوم قايل الدوبلكس الدوبلر بلس دايركشن اند فيلوسيتي، هي تقول صوت وصوره تقول الكلام القبيح ده. طيب قلت لكم الدوبلر بسمع صوت، يعني قلت لكم ده جهاز صغير تمام بحطه على الفيزل اسمع صوت خلاص، بمشي البوب كده بوب كده وانس ان ما عادش فيه صوت يبقى معناها ايه؟ ان الاوبستراكشن هنا تمام. طيب تعال نشوف ايه الاذر فاليوز اوف دوبلر اند دوبلكس، دي حاجات انا ما قلتهاش بقى لان ما كانتش موجوده في الاكيوت كيميا. ايه هي؟ رقم واحد يقول لك فايده الدوبلر والدوبلكس تو ديتكت الديجري اوف اسكيميا، مش السايد بقى لا ده انا عايز اشوف الديجري كمان، يعني هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير. طب ازاي؟ قلت لكم قبل كده ان ساعات الدوبلر بيطلع لي رسمه، فاكر الرسمه دي؟ خلاص يطلع لي ورقه كده عامله زي رسمه الاي تي جي تمام؟ قلت لكم الويند الواحده اللي هي بلاك بسميها ايه؟ نورمال تراي فيزيك ويف. طب ايه رايك لما الاقيها باي فيزيك كده اهو بس يبقى دي مايلد سكيم، طيب مونو فيزيك كده اهو يبقى دي ايه؟ مودرن. كونتينيوس لاين كده يبقى دي سيفير. طب مفيش اصلا لاين مرسوم كومبليت قفلت خالص. طيب يبقى دي اول فاليو في الكوليك سكيم ان انا تديكت الايه؟ الديجري اوف سكيم. طيب رقم اثنين في حاجة اسمها segmental pressure of the low limb، يعني ايه؟ هو نورمال يا جماعة البريشر في القضا ولا في اللور limb أعلى؟ اللور أعلى مش كده ولا لا؟ طيب برضه نورمالي لو أنت سيادتك البريشر هنا والبريشر هنا أهو أعلى فين؟ هنا ولا هنا؟ البريشر ده اعلى من ده، كل ما نزلت لتحت كل ما البريشر علا. طب ايه رايك بقى؟ الدوبلر يعمل حاجه ظريفه قوي، يقيس البريشر هنا في النقطه دي والبريشر في النقطه دي، لو لقيت اهي اقل من دي يبقى معناها في اوبستراكشن هنا ولا لا؟ هو ده اللي اسمه سيجمنتال بريشر. يعني ايه بقى كلمه سيجمنتال بريشر؟ ان انا اقسم اللم لكذا سيجمنت كده اهو، واقوم قايس البريشر في النقطه دي وهنا 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 مثلا وهنا. خلاص؟ نورمالي ان ده اعلى من ده وده اعلى من ده وهكذا، لو لقيت ده اقل من ده بس خد بالك لازم يكون اقل بفرق اكتر من 20 ملم. يعني زي مثلا ده لو قلت لي ان هو 120 المفروض ده يبقى 140 مثلا، لا ده انت تلاقي ده مثلا ايه 80، الفرق بقى ايه 40، لازم يكون الفرق اكتر من كام؟ من 20 ملم، ساعتها تشخص ان فيه اوبستراكشن في الحته ده. ده اسمه ايه؟ سيجمنتال بريشر. طيب رقم ثلاثة من ضمن الفاليو بيقيس لي، ودي أهم واحد فيهم على فكرة، يعني في الامتحان لو نسيت ده طز، لو نسيت ده أهو طزين، ده لو اتنسى بالأبدع اللي هو إيه؟ حاجة اسمها الـ ABBI. إيه الـ ABBI ده؟ حاجة اسمها أنكل بريكيال بريشر اندكس. ايه ايه الاسم الطويل ده؟ هو هيتنسى فعلا. انكل بريكيال يعني ايه؟ سيادتك دي معادله دي يقول لك فيها ايه؟ ان انا هقيس البريشر اللور ليم على البريشر بتاع الابر ليم، يعني بين قوسين كده البريشر في الدورزال سبيدس
او انتيريو تيبيال او بوستيريو تيبيال على البريشر فين؟ في البريكيال. هو اسمه عشان كده سميته انكل بريكيال بريشر انتس. طب تعالى انت قلت لي من شويه نورمالي البريشر في اللور ليف اعلى من الابر ليف، يبقى المعادله ده ايه؟ غصب عنك لازم تطلع اكتر من واحد صحيح ولا لا؟ مش كده؟ لازم تطلع اكتر من واحد صحيح لان انت عندك ده اعلى من ده. ايه رايك لو طلعت اقل من واحد؟ يبقى معناه ان البريشر هنا ايه؟ قليل عن ده، عشان كده طلعت ايه؟ اقل من واحد. يبقى النورمال اي بي بي اي بيساوي اكتر من واحد. طبعا عندك من واحد واحد واثنين من عشره مش مهم، احفظها اكتر من واحد. لو لقيتها اقل من واحد ده بيشخص ايه؟ كرونيك سكيلو. شكرا. خلاص؟ عندك شوية أرقام بقى، يقول لك إيه؟ ماشي أقل من 9 من 10 كونيك سكيب، يقول لك لو لقيتها من 3 من 10 ل 5 من 10 ده معناه امبندنج جنجرين، يعني داخل على جنجرين. أقل من 3 من 10 خلاص يا حبيب قلبي، ده إيه؟ ده جنجرين. خلاص؟ يبقى ده فايدة الـ ABI، عندك معلومة كده يقول لك ممكن يبقى أكتر من 1 و 2 من 10، مش مهم المعلومة ده السطر ده ممكن تشتغل خالص، مش حد يتكلم فيه. طيب، يبقى ده الـ ABI، على فكرة أي عيان، شوف لو بصيت على ريبورت بتاع عيان كونيك سكيمي راح يعمل دوبلكس لازم ولا بد في نهايه الريبورت كده يقوم كاتب لك كده اي بي بي اي بيساوي كذا. لازم اي بي بي اي بيساوي كذا. انت الجراح الاوعيه الدمويه عينه على الرقم ده ليه؟ عشان عايز يشوف اخباره ايه؟ هو كونيك سكيمي بس ولا امبندنج انجينيرنج؟ طلع 4 من 10 العيان ده من العياده على العمليات. طلع 8 من 10 9 من 10 لا ممكن امشيه ميديكال. فهمنا ازاي؟ يبقى انا عليا على الاي بي بي اي اللي في دوره الاشعه. طيب اخر حاجه رقم اربعه اللي هو فاليو بوست اوبرتيف بقى بعد ما عرفت العيان تؤسست الجرس اللي انت حطيتها او ايا كان. ده الفاليو اوف دوبلر اند دوبلكس في الكونيك سكيم. خلاص؟ طيب احنا خدنا الدوبلر والدوبلكس. عندك بقى شويه حاجات اذر مكتوبين تحت النون انفيزر. الاذرز ديت يا جماعه عناوين وانت عارف لو مش عايز تكتبها فلا اذر. يعني مكتوب عندك رقم واحد ممكن تعمل اكس راي على الليم. يا سلام وليه سلام يبان ايه؟ يقول لك لو هي كالسيفايد بلاد فيزن ممكن يبان. انا جامع عمرنا ما شفناها. كلام تخلف عقل. رقم اثنين يقول لك في حاجه اسمها بليسيزمو جرافي. ده بيتكتب اسم كده في الامتحان. يعني ايه كلمه بليسيزمو جرافي؟ يقول لك انت رجلك ماشيه في الشارع عماله تعمل كده دي عماله تزيد وتقل. نعم يا اخويا؟ ده نورمالي رجلك بتزيد مع السيستور وتقل مع التستور، بتزيد مع السيستور وتقل مع التستور. بس على فكره انت ما بتشوفهاش، دي حاجات بالمايكرو ملي ما بتشوفهاش بالعين المجرده. طب البليسيزمو جافي ده جهاز بقى، الجهاز ده بيعمل ايه؟ في قص بتتلبس على الرجل كلها، قص سنسيتيف قوي متصل بجهاز. المفروض مع السيستور الرجل هتزيد في الحجم، مع التستور هتقل في الحجم. طب ايه رايك اللي هي لو ما زادتش مع السيستور؟ معناها ان الدم اللي رايح للليمب ايه؟ قليل. معناه ان في كونيك سكيميا ولا لا؟ ده فكره البليسيزمو الجافي. بكتبها كلمه كده وخلاص. طيب في عندك من ضمن الحاجات خلاص في عندك حاجه اسمها فونانجيو جرافي. فونانجيو سماعه. مش انا قلت لك بتحط السماعه تسمع بالويك؟ طب حتى السماعه دي بدل ما تحطها في ودانك تحطها في ودان الجهاز. ودان جهاز يعني ودان جهاز اسمه فونانجيو جرافي. البيوي ده بيطلعه لك على جهاز في صوره زي ازاي؟ ادي ده انا بس ببسط لك الامور. طيب اكتبها كلمه برضه رقم اربعه. في عندي حاجه اسمها اوسلوميتري. كل الحاجات على فكره ما بتتعملش. كلمه اوسلوميتري يعني ايه؟ انت بتحط ايدك على البلط، مش في حاجه اسمها الفورس بتاع البلط؟ هو خبطه ايدك الخبطه في ايدك اهي الفورس ده اهي بتقاس بجهاز اسمه ايه؟ اوسلوميتري. لو الخبطه في ايدك ضعيفه معناها ان في سكيميا، لو الخبطه قويه معناها ان البلط بتاعك حلو. طيب في عندك التريد ميل العجلة عشان تقيس الايه؟ الكوليفيكيشن ديستنس او تايم احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. تمام؟ كل الحاجات دي من الاخر يا جماعه عناوين فقط ويا تكتب تحت كلمه تحت اي عنوان كلمه ولو مش عايز تكتبها تص. ده اللي ايه؟ النون انفيزيبل. الانفيزيبل اللي هو الانجيو. الحصه الاولانيه خالص انا اتكلمت على التايتل اوف انجيو بالتفصيل مش هجيب سيرتها. ادي الانفستيجيشن خالص. تعالى بقى حصتنا لسه بتبتدي. حتة النهارده على فكرة يا جماعة سي ريت ان تستغفر الله العظيم يا رب ما انزل بيه من السلطان. تحس كده انك هتبجع وانت بتذاكر، هتلف عليه وانت بتذاكر من كتر القرف اللي ممكن تشوفه منه. يا ريت تفهم خلاص
مشكلة الحفظ دلوقتي، المهم نفهم الدليل بتاع عامل ازاي. ما اقعدش حد عنواني اسمه الانيوز. طيب تعال نشوف التريت. انا التريت بتاع الكونيك الكيمياء بس ما قعدش اديكم بعد كده همنع كل المصطلحات من الباب. هفتش مرض طيب. ايه التريتمنت؟ انا في عندي كونسرفاتيف تريتمنت خلاص، وفي عندي السيرجيكال تريتمنت. والسيرجيكال يشمل الارتيريا ريكونستراكشن خلاص، انك تفك الارتري السادسه اللي موجوده دي في المكان ايا كان يعني، او تعمل سيمباثيكتومي، او ريح دماغ اللي جابوك واعمل امبيتيشن والباب اللي يجيلك منه ريح شيله واستريح، مش سده لا شيله واستريح. طيب ده اللاينز اوف تريتمنت، وسيرجيكال ارتيريال ريكونستراكشن وسيمباثيكتومي وامبيتيشن. خلينا نتكلم على الكونسرفاتيف الاول. امتى تعمل كونسرفاتيف تريتمنت؟ ايه الانديكيشن؟ ايه الانديكيشن اوف كونسرفاتيف؟ انا مسهلها لك ومحفظها عشان تحفظها. ثلاثة نوم نوم ثلاثة نوم. يعني ايه؟ اول حاجة patient is not fit. يعني ايه؟ patient عيان له عملية بس unfit for anesthesia. يولع بقى احنا عايزين نفسنا ليه؟ طيب رقم اثنين مكتوب عندك no wrist pain. يعني يا دكتور مش emergency، ده معناه يعني تعمله في intermittent communication بس ما تعملوش فين؟ wrist pain. ده معناه يعني ازاي؟ لو عايز تكتبها انت بين قوسين كده انت ميت الديكوديشن عشان تفهمها. بس كلمه نو اس بين يعني مش امرجنسي، عارف كونسيرت. ماشي. رقم ثلاثه نو ودي اللي محتاجه فين؟ ديستال ران اوف. يعني ايه دي؟ زمان لما كنا صغيرين قلت لكم انا المفروض في الكونيك اسكيميا يا جماعه في الانجي الاقي ايه؟ الاقي كات اوف اللي هو الاوبستراكشن ده اسمه كات اوف، وبعد كده هلاقي كولاترالز هتملى، ادي تاني حاجة. بعد كده هتملى لي الايه؟ البيزل اللي هو بعد الاوبستراكشن هنا بنسميه ايه؟ المفروض قلت لكم ان اي كونيك اسكيميا في اشعاعات الانجي بتاعتي اللي هي عليا في الرواتب وفي اخر سنه هلاقي الثلاث حاجات دول. كات اوف كولاترال ران اوف. ايه رايك عيان كونيك اسكيميا ومفيش فيه ران اوف؟ ده انا هو انا قلت فيه مفيش كولاترال؟ يعني ايه؟ العيان فيه تمام. امتى ما الاقيش ران اوف في كونيك سكيب؟ شوف انا قلت ايه؟ عيان كونيك سكيب في كاب اوف في كولاس بس مفيش ران اوف. حد يفكر فيه؟ لا انا قلت ايه؟ كولسترول موجود يعني كولسترول باينه قدام عينيا. مش سومبوس بقى يعني معناها يا جماعه ان الاوكلوجن هنا من اول هنا اهو لحد تحت كل ده بيزل مقفول. كل ده يعني انت العيان جاي لك بسومبوس مثلا قايل لك الاوبستراكشن هنا اهو بس من اول هنا اهو لحد هنا اهو كل ده اوبستراكت. ده ما يديش الا فانزر ديزيز عندي اسمه بيلدر ديزيز اللي هاخده النهارده. بيلدر ديزيز از ا ديفيوز ديزيز. ديفيوز يعني ايه؟ يعني الاوبستراكشن از ديفيوز. طب سؤال عيان زي ده تنفع تعمل له ارتيريا ريكونستراكشن؟ يعني تجيب جرس وتحطها؟ طب هتجيب جرس وتحطها طب ماشي هتوصلها فوق بالحته دي هتوصلها تحت ايه؟ طب انت الكلاس قبل كده كنت بتعديها من هيلث لهيلث 3 دي 6 في النص. طب انت هتعديها ايه تحت اصلا؟ هتوصلها ايه تحت؟ تتكلم من اول هنا اهو لحد هنا اهو كل ده كده ايه؟ مضروب. هتوصلها بايه؟ ينفع تعمل سيرجيكال؟ لا. عشان كده لما تاخد ان شاء الله البيلدر ديزيز النهارده هاجي اقول لكم ايه؟ مفيش حاجه اسمها ارتيريا ليك مستشفى في الجنب. امال ايه؟ يا كونسرفيتف يا ايه؟ خلاص؟ يبقى لما الاقي كرونيك سكيم وسنو ديستال ران اوف
ده كونزرفاتيف يوم كونزرفاتيف، واعدادي على ربنا ان ربنا يسلمها مع العيان، لان لو حصل جنجرين ما ده مش حل الا ايه؟ خلاص؟ يبقى احنا فهمنا الثلاثه نقط، يبقى الثلاثه نقط الكونزرفاتيف نوت فيت نو ايست بين نو ايه؟ وان اوف. تعالى بقى الكلام السهل اللي هو ايه اللاينز اوف كونزرفاتيف تريتمنت؟ تعمل ايه للعيان يعني؟ يبقى ده انديكيشن خلاص. تعالى بقى نشوف ايه اللاينز. عينك على ايه في العيان؟ رقم واحد كير اوف ذا بيشنت. يعني ايه كير اوف ذا بيشنت؟ افويد بريدسبوزنج فاكتورز. يعني لو اوبيز خلص خلاص، دايبيتس كنترول الدايبيتس، هايبر تنشن صلح الهايبر تنشن، هايبر ليبيديميا القلب، السموكينج، دي الحاجات اللي انا قلتها في البريدسبوزنج فاكتور بتاع ايه؟ بتاع الاسوسكليروز. خلاص كده؟ طيب العيان ده بياخد شويه ادويه، ايه هم؟ ايزي انرجيتك عشان البين، بدي انتي بيوتيك عشان الانفكشن، بدي انتي كواجولانت عشان الثرومبس، بدي انتي بلاتلت عشان اقلل البلاتلت اجريجيشن عشان ما يعملش الثرومبس. طيب ده اسمه كير اوف ذا بيشنت. رقم اثنين في عندك حاجه اسمها الكير اوف ذا فود. الله، عينك على رجل العيان اللي انتوا خدتوها يا جماعه في البطن، مش كان عندكم حاجه اسمها دايبيتيك فود؟ ما هو عيان الجنجلين ده قلت لكم الحته غير بيبدا منين؟ من تحت لفوق، بيبدا من رجله. الله، عينك على رجله، حط عينك على رجله. يعني ايه؟ الكلام بتاع البطن بقى اللي هو كير فور كوتنج جنين كده، كيب ذا فود از دراي، لازم تلبس كازمه كعب شويه عشان تزود فاهم، ترفع رجل شويه تساعد على البيبر درينج. خلاص، لو في اي انفكشن تعالجها بدري بدري، ادي انتي بايوتيك، اعمل ديفايزمنت كويس. الله، فيزيو ثيرابي، الحاجات دي كلها عالج الفنجل انفكشن، الحاجات دي كلها اللي هي بتساوي الدايبيتيك فود اللي انتوا خدتوها في البطنه اللي انا هرجع عينها تاني في اخر الشهر. طيب طب سؤال، انت بتعتمد على ايه في الكونسيرت؟ بتعتمد على ايه دلوقتي؟ على كولاتر سيركيليشن اللي انت بتراهن عليها، لان بسياستك هي دي اللي عامله لك ايه؟ هي دي اللي عامله لك منتين البلاد سبلاي للايه؟ للريد، مش كده؟ عشان قلت لك ده كده بيملى الكولاتر، يروح يملى لك كده. ايه رايك لو الكولاتر دي قفلت؟ حصلت مشكله وقفلت، ايه اللي هيحصل؟ تنزيل خلاص، فز هنا ودي مقفوله اصلا، ايه اللي هيحصل؟ ما عادش في بلاد سبلاي واصل هنا، هيحصل جنجرين. الله، يبقى رقم ثلاثه لازم تقول حاجه اسمها عنوان كده اسمه ايه؟ كير اوف كولاتر سيركيوليشن. لازم تعمل حاجه للكولاتر سيركيوليشن، لازم تحافظ عليه، تحافظ على الشويه اللي مفتوحين وتحاول تفتح اللي ايه؟ اللي مقفول. انا قلت لك في جزء بيبقى مقفول، طب تعمل ايه في الكولاتر سيركيوليشن؟ رقم واحد اقول للعيان ده اللي هو عنده 60 سنه يلبس التريننج سوت وياخد المدام انجاشيه ويروح يجري في الاستاد. ماشي خلاص كده؟ ليه؟ ما انتوا خدتوها في المايكوزا انفكشن، فاهمين؟ يقول لك الاكسرسايز بيعمل ايه؟ بيزود البلاد سبلاي للاسكيميك اريا، وفي نفس الوقت بيقلل الهايبر ليبيديميا اللي موجود، بيقلل الاسس كلوز، يبقى رقم واحد اكسرسايز. ماشي، رقم اثنين عم برجر، يعني ام برجر، ده احنا ليل نهار عمل حاجه اسمها برجر بوزيشن. يعني احنا خدنا برجر ديسيز، وخدنا برجر فيس، خدنا برجر انجل، وادي برجر بوزيشن. برجر بوزيشن قال لك ايه؟ عامل حاجه وانت نايم دائما وابدا لازم تحط مخدتين تحت راسك، ترفع راسك يعني. طب ليه؟ عشان ازود البلاد سبلاي لايه؟ للرجل. خلاص؟ رقم ثلاثة ده بقى كان مسخرة، حاجة اسمها برجر اكسرسايز. ايه برجر اكسرسايز؟ الناس اللي هم مكسوفين يجوا في نيتش، اقول له وانت قاعد في السرير. يعني لا لا لا. سيادة يقول لك ايه؟ بالظبط كده. بص اعمل حاجة وانت قاعد في السرير كده، ارفع رجلك ديتين، نزل رجلك ديتين، ارفع رجلك ديتين، نزل رجلك ديتين، مدة نص ساعة مرتين في اليوم. ما تخش عليه يقول لك ده جوزي اتهبل، ارفع عليه قضيه واقنعه بقى واخلص من امه. تمام؟ ها؟ ارفع عليه الاثنين نزل يقول ايه الهبل ده؟ اسمه بلدر ايه؟ بلدر اكسرسايز. طيب اذا كان ده هبل اياه تنطق حاجه اسمها ريفلكس فازو دايليتيشن للعيان. ريفلكس ايه؟ فازو دايليتيشن. دي بقى لو قلتها لعيان، هي كمان ساينتفك على فكره، بس لو قلتها لعيان هيقلع الفجليك ويضربك، يقول لك ايه الدكتور الهبل ده؟ اقول له ايه؟ انت يا ابني متعود وانت نايم بالسلطه البطانيه مش كده؟ دايما بتغطي ايه؟ الجزء التحتاني؟ لا، غطي الجزء الفوقاني وسيب الجزء التحتاني مكشوف. يعني غطي ده. يعني غطي راسك مش مهم راسك. المهم تسيب الجزء التحتاني مكشوف. ايه الهبل ده؟ يعني ده مش شعلوم مثلا ولا ايه؟ طب ايه فكرتك؟ ايه فكرتك انك تغطي الجزء ده وتسيب ده مكشوف؟ يقول لك ايه؟ عشان بس انت انا بقول لك لما بغطي الجزء ده انا بعمل ايه للبلاد هنا اهو؟ بدفيه. وورمنج اوف ذا بلاد. وورمنج اوف ذا بلاد هيروح اللي هو لمبه يعمل ايه؟ فازو دايليتيشن. مش كده؟ واحد يقول لي طب ما انا اولى اغطي اللور لم، مش كده؟ حد اقول لك لا، لما اغطي اللور لم لا هيزود الميتابلايت، هيزود البيت، عشان انا قلت لك القصه اللي فاتت
تاكل وورمنج بيزود الميتابولايت. كلام صح، كلامه صح. ان انا اعمل حاجه اسمها شوف انا قلت ايه، ريفليكس فازو دايليتيشن، يعني ادفي الدم اللي فوق هو اللي يعمل لي فازو دايليتيشن تحت. امال لو دفيت اللي تحت هو الفازو دايليتيشن هيبقى ضعيف، بس المشكله عندي المصيبه ان هو يزود الميتابولايت في الرجل، يزود الوجع، وده كان سبب الريست بين اللي انا قلته الحصه اللي فاتت. طيب رقم خمسه بقى اهم حاجه، ودي تحفظها زي اسمك. اي عيان كرونيك اسكيميا يا جماعه بياخد حاجه اسمها 5 بيز. 5 بيز يعني ايه؟ بياخد خمس ادويه، خمس ادويه بياخدهم مع بعض. ايه هم؟ بياخد رقم واحد بابا فيريز، تمام، عشان يعمل ايه؟ بازو دايليتيشن. رقم اثنين بياخد بلاتلت اجريجيشن انهبيتنج فاكتور، من الاخر اسبرين يعني. رقم ثلاثه بياخد بروستاجلاندين برضه عشان يعمل انهبيشن للبلاتلت اجريجيشن. رقم أربعة بياخد حاجة اسمها بروكسيلين، بروكسيلين ده بيزود الأكسجين سبلاي للتيشو في الإسكيميك تيشو اللي تحت. رقم خمسة بياخد حاجة اسمها بنتوكسيفيلين، بنتوكسيفيلين ده بيعمل حاجة اسمها بيزود الأر بي سيز فليكسبيليتي. هنا عليه كلمة أر بي سيز فليكسبيليتي تتنى وتنفع تخش في الإيه؟ في المايكرو سيركيوليشن، خلاص ما تعملش سمر. بياخد حاجة اسمها 5 بيز، بابا فيريل بازو دايليتور، اثنين انتي بلاتلت اللي هو الاسبرين والبوستا جلاندين، بروكسيلين وبنتوكسيفيلين. بروكسيلين ده بيزود الاكسجين سبلاي، بنتوكسيفيلين ده بيزود الار بي سي. دي الادويه بس، ادي الكونسيبت. يبقى انا خدت الانديكيشن ثلاثه نوع واللاينز ثلاث حاجات، ثلاثه وثلاثه. الثلاثه كير اوف ذا بيشنت، كير اوف ذا فود، كير اوف ذا كولاس. شوف نحفظها، عينيا على العيان، عينيا على رجله، عينيا على الكولاس. ادي الايه؟ الكونسيبت. سهل سهل، المشكلة كلها في السيرجيكال بقى. ايه؟ سرحت فين؟ اه. لو حاطط خدتين تحت راسه، لو حاطط راسه عالي بلطة خالص. ده انا برفع، ده انا برفع راسه عشان اخد البلطة من الابر هاف اوديه فين؟ لا الابر هاف. مش كده؟ انا برفع رجله لما بزود الاسكيميا، مش بقللها. خلاص؟ تقولي لي المفروض بقى صح ايه؟ طب ما نزل رجله بقى تحت السيف. انا قصدي كده، قصدي كده بقى انام ونزل رجلي على الارض، مش كده؟ ايوه. لا ما قلتش حاجه، مش هيلام كده، ده هيلام كده. هيلام طب السيف بقى بقى نزل رجله على الارض، ارفع بصح. طيب سيرجيكا اهو. سيرجيكا. أول حاجة إيه الإنديكيشن أوف سيرجيكا؟ أعتقد أنتوا سهل إنكم تقولوها. ايه الانديكيشن اوف سيرجري؟ اول حاجه فيلد ميديكال. ايه كمان؟ ريست بين، صح، يبقى فيلد ميديكال او ريست بين. ها؟ امبندنج جانجرين. ها؟ لازم يكون في ديستال ران اوف، مش كده؟ طب لو جيت قلت لك الاي بي بي اي قليل من 3 من 10 5 من 10 مثلا، يعني داخل على جانجرين، الله، كلها بتدور حول ايه؟ سيفير اسكيميا، كلمة واحدة سيفير اسكيميا وخلاص. تعمل ايه بقى؟ arterial reconstruction، arterial reconstruction. انا لو خلصت arterial reconstruction خلاص الكونيك اسكيميا اتحلت. ايه؟ ما يفهمش هتطول. ده عشان اللولب. ايه يعتمد كمان على حاجه، لازم البشره في الابر لازم يكون ايه؟ ما ينفعش يكون واحد عنده ضغط عالي، طب كده ايه؟ يعني دي تمشي. طيب ارتيريال ريكونستراكشن حاجتين يا جماعه، حاجه اسمها مينيمال، بص المحلفين اللي ورا، المحلفين اللي ورا كده عليهم. ها؟ كده عليهم. عمل الشيخ معاه ولا ايه ده عليا؟ طيب هو اللي ده عليا. طيب اول حاجه في عندي حاجه اسمها مينيمال انفيزبل، في عندي حاجه اسمها انفيزبل. يعني ايه كلمه مينيمال انفيزبل وانفيزبل؟ كلمه مينيمال انفيزبل دي عمليه بتتعمل في 10 دقائق ربع ساعه بالكثير بلوكال او سباينال انستيزيا، وعم بيدخل على طول. شفت عشان كده سميتها ايه؟ مينيمال انفيزبل. طب انفيزبل لا يا حلو، ده عمليه خمس ست ساعات جنرال انستيزيا، ممكن عني يعدي او ما يعديش، او ما اصح يا ما يعديش يا ما يعديش. خلاص كده؟ ده ايه؟ ده انفيزبل. طيب مينيمال انفيزيف ات از ذا مين لاين اوف تريتمنت. دي اللي احنا بنسميها يا جماعه حاجه اسمها اندو فاسكولار سيرجري، على فكره ده تخصص
تخصص سب سبيشاليتي ان الفاسكولار سيرجن. دلوقتي بقى في واحد اسمه اندو فاسكولار، تعرفين زي الانترفنشنال راديولوجي، اسمها الانترفنشنال راديولوجي اللي هو قسم اشعه، وفي قسم الانترفنشنال راديولوجي اللي هو يخش القسطره تحت الاشعه يحقن معرفش ايه كده. خلاص هو ده تخصص كبير اصلا. ده موال، ده موال. يعني الاندو فاسكولار سيرجن ده في مثلا بدل نوع في 100 نوع. العدد ده اكزامبل يعني اشهر اندو فاسكولار، اشهر طريقه الاندو فاسكولار سيرجري رقم واحد ودي اللي بتحتفظ زي اسمه، حاجه اسمها بيركوتينيوس ترانس ليومينال انجيو بلس، اللي هي اختصار بي تي اي. يعني ايه؟ ابسط شيء، انت مش عندك اوبستراكشن اهو كده اهو، تعالى سيادتك بالقسطرة، عارفين الفجار دي كسر داخل حضرتك الامبوليكتومي؟ هي نفس الفكرة. تعالى سيادتك بالقسطرة، وتعالى لو في سم بتشيلها، او لو في ستريكشر تعالى بالبالونة انفخ البالونة ووسع الاستريكشر. حسيت ان الاستريكشر ده هيرجع تاني، الاستريكشر ده هيرجع تاني، تعمل ايه؟ حط ستيم. انزل بصورة ستيم. حط ستيم اللي هي فكرة بالظبط، هي نفس فكرة الايه؟ الستيم بتاع القلب، الاكتر كريستاليزيشن. واحد يقول لي طب ما الستنت بتقفل، اه طبعا. مش تسمع عن واحد اللي حط دعامه مره واثنين وثلاثه قعد يغلط دعامه في القلب والكلام ده كله؟ تمام. طب دول اشهر اثنين اللي هو البي تي اي والستنت. عندك بقى حاجات ثانيه كتير من ضمنها عناوين ليزر، خش بالليزر فيك الصومبس بلاش. رقم اربعه، ايه رايك لما تلاقي الصومبس خش خلاص ونخور في حاجه اسمها روتيتنج كاستر او يسموها كاستريكتوم. كاستريكتوم ديت يعني اخش وانخر في قلب الصومبس لحد ما ايه؟ تتفسر. او الاحسن منها ايه رايك لما تيجي على الصومبس كده وبالقسطره وتعالى احكي اللوكال فايبينوليتيك سيستم. فايبينوليتيك اللي هو السيتروكاينيز والليوكاينيز، بس ايه بقى؟ لوكال بتسقسق على الصومبس من فوق كده لحد ما تدوب. خلاص؟ بيسموها كاثيتر فايبرينولايتس. كل وعلى فكره في انواع بالهبل بالاخر يتحفظ زي اسمك اول اثنين، والليزر معاهم على السنه. الليزر ده حاجه جديده والناس كلها بتحب الليزر دلوقتي. يعني من الاخر احفظ الثلاثه دول كفايه قوي، اللي هو البي جي اي، خش وسع ببالونه، او حط ستنت، او بالليزر. ادي الاندو فاسكولار عمليه فعلا ما تاخدش 10 دقائق وربع ساعه، والبتاع لو عدى ما بينها فيها 10 20000 جنيه. خلاص هو عاوز ايه؟ لو الورد تعمل ايه؟ روتيتنج كاستر. مش بنحط روتيتنج كاستر، بقعد انفض لحد ما تكسر، ما ينفعش احصلها ايه؟ طيب ايه دلوقتي؟ ايه؟ بس واحد ولا على وين كده وخلاص. يعني ده موضوع ايه؟ طيب تعالى بقى على الانفيزيف، تعالى على الانفيزيف. ده يا جماعه اكوردنج تو سايت. المينيمال انفيزيف مش فارقه مع السايت، ايا كان السايت هتخش بالقسطره تسلك او تعمل اي حاجه. هنا بقى لا، تعال نشوف اول سايت عندي اللي انا قلته لكم تحاول تسكت الليفل. اول سايت كان ايه؟ كان ايه؟ اول سايت تعمل ايه في عيان زي ده؟ يبقى ده اول نوع. رقم واحد اوتو ايليك اوبستراكشن. اوتو ايليك اوبستراكشن يقول لك على حسب، على حسب ايه؟ هي شورت سيجمنت ولا لونج سيجمنت؟ كلمه شورت ولونج يا جماعه يعني اقل، مش مكتوب عندك اقل من 2 سم واكثر من 2 سم. يعني انت عندك مثلا كده صومبس، ولا صومبس واخده دي كلها مثلا؟ على حسب السيجمنت اللينس بتاع الاوبستراكشن ايه؟ اقل ولا اكثر من 2 سم؟ يعني شورت ولا لونج؟ طيب شورت تعمل ايه؟ يعني لو هي على قد دي بس، لو هي على قد ده بس تعمل ايه؟ ببساطه شديده جدا افتح الارضي كده اهو، شيل الصومبس انحتها خلاص بآله معينه علينا هي، وتعالى اقفل الايه؟ الارض. خلصت؟ ببساطه شديده جدا. اسمها ايه العمليه دي؟ اسمها صومب ان ارتريكتومي. اسمها كده؟ صومب ان ارتريكتومي. خلاص كده؟ ايه؟
بص اي فاسكولار ليميشن ممكن يؤدي تاني. لو حد قال لك ان هو الكلام ده بيرمننت مش تسمع واحد اللي جاله ضغطه بدل الثانيه بدل الثالثه بدل الرابعه خلاص. طيب يبقى انا فتحت شلت الصمبس قفل شورت كده. طيب ليه ما ينفعش اعمل ده في ميسي؟ لان لازمك ويت الانستنس اوف كونس بي سي. يعني ايه؟ انت عايز تستهبل عايز تفتح دي كلها مش ده يا جماعه السوشيال لاين مش ممكن يحصل عليها صمبس. كل ما زاد اللينك بتاع السوشيال لاين كل ما زاد الانستنس اوف صمبس. بلاش دي. انت عايز تقول انك هتفتح الاوضه 5 6 سم العيال هيقريس المفروض تبليف ده انت بتفتح 2 سم وتبقى ايه؟ يعني في العمليات ما اقولكش عامل ازاي؟ يا دوبك على طول وتقفل جري. امال انت عايز تفتح كل ده؟ يبقى انت بتستهبل. عشان كده لونج سيجمنت ما ينفعش فيها ده. ما ينفعش فيها ده خالص. امال تعمل ايه بقى؟ لو هي لونج سيجمنت كده كل ده مقفول. تعال اعمل حاجه اسمها باي باس. باي باي. باي باي يعني ايه؟ سيب الصمبس زي ما هي. وبعدين هات جرافت. هنا بقى ينفع احط اوتوجينس جرافت؟ ينفع احط اوتوجينس بقولطه؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت لا. غصب عني اجيب ايه؟ سينثيتك جرافت. لو هو المنظر ده كده يا جماعه ايه رايك لما تجيب جرافت حلق وار؟ كده اهو. الشركات عملوا لي جرافت نفس المنظر ده كده حلف واضح وبعدين وصلتها كده يعني فتحت فتحه فوق خلاص كنت موصل بيها ده وفتحتين الفتحه هنا فتح هنا وصلت بيها هنا. الله دلوقتي البلاط ده جاي ازاي؟ هيجي كده فاهم الدنيا هنا مقفول يقوم داخل في الجراف ويقوم رايح فين؟ على الناحيتين. دي بنسميها ايه؟ ايه؟ اناتوميكال باي باس. مش انا اناتومي مش انا اناتومي طبيعي دي اسمها ايه؟ انفيرتد واي جرافت. اسمها ايه؟ انفيرتد واي جرافت. سهله؟ سهله. في واحد بقى التخاريف لحد كده والصوت والكلام كده ماشي حلو ومفهوم. تعالى بقى على التخاريف. ايه التخاريف؟ رقم سي نون اناتوميكال. ما عادش حد بيعمل النون اناتوميكال دي يا جماعه. بس تعالى نقولهم هنحفظهم اسماء بس اسمين كده وخلاص. مش عايز بقى كلمه فيت وان فيت وكلام الهاتس اللي تحت منه. شوف بقى الخيال العلمي شويه يقول لك ايه؟ تعالى لو المنظر اللي قدامك ده تعمل ايه؟ واحد كده خيال واسع شويه قال لك لما تيجي توصل كده هتوصل بيه فوق ان شاء الله. هتوصله فين يعني؟ شفت المفاجاه؟ بالاكسلة. نعم هتعمل حاجه اسمها اكزيلو فيمورال. يعني سيادتك هتجيب جرافت طولها نص متر اصل يعني من الاخر خرطوم ميه هتجيب جرافت قد كده هتقوم موصلها بالفيمورال هنا اهو وتدككها تحت الجلد تحت الجلد تحت الجلد لحد ما توصلها بالاكزيلو هنا اهو. سيادتك البلاد سبلاي جاي كده شويه هيروح للابر ليم وشويه هيروح فين؟ اللور ليم. شيء خيال يعني ايه؟ يعني ايه كل انا خلف الاوضه؟ قبل الاوضه؟ على اساس الاوضه ده مفيش فيه فتشات طالعه منه؟ مفيش فيه فيزا مفيش اي حاجه. عشان الاوضه يتعمل بقى حاضر. يحصل حاجه بقى ما يتجابش ممكن تعمل لي صمت. انا بركبها ثانية واحدة. انا بركبها بره وانا بركبها جوه. البيت الواي دي ده قصدكم كده يعني؟ هجيب دي كده واجيب دي كده؟ اه ده قصد ايوه كده انا كده كمان يبقى صح. انا قلت ايه؟ عيان انفيت. دي تفاصيل بقى انا مش عايز اخش فيها. عيان انفيت يعني ايه؟ يعني الاوضه كله مظبوط. خلاص كده؟ ما ينفعش افتح اوضه مثلا لان الاوضه ممكن لو عدى نزل شويه ده كارديك ممكن يموت فيها. لو فت اعمل دي اللي انت بتقول عليها فعلا لو فت اعمل ده ايه؟ ده لو فت. طب لو انفيت لا ابعد عن الاوضه خالص. انا عايز حاجه في 10 دقايق. شوف انا قلت ايه؟ على فكره دي اصعب. دي انا بضطر ان افتح البطن واعمل ديسكشن على الاورطه علشان اوصل الاورطه فيها ساعتين مثلا. امال دي؟ لا ده انا تحت الجلد الاكسيلا يبتدي كم بجيب. شفت ايه؟ ما دي تفاصيل مكتوبه عندك دي فيت ودي ان فيت. فيت اعمل اناتوميكال ان فيت. لا بقى ما توصلش الاورطه. امال ايه؟ الجا لحاجه ثانيه بقى. تعمل ايه بقى؟ اكزيلو فيم. اقول لك هات جهاز طولها نص متر وتعالى وصل دي هنا كده وهنا كده.
خلاص قلت في ايه اتنين جلسات كده ماشيين تحت الجلد تحضر نفسك عشان تعمل تسلل في الجلسه خلاص بلاش يقول لك طب ايه رايك لو هي مثلا بدل ما هي قافله ناحيتين قافله ناحيه واحده يعني الاوبستراكشن عندك في ناحيه واحده كده برضه لو هو قفت يقول لك تعالى اعمل كده يعني ايه يعني جرافت موصله من هنا لهنا برضه جرافت طولها بقى المواد 30 سم ولا حاجه قد المسطره وبرضه تحت الجلد صبه بيوبك عديها ايه فيمو 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 يبقى البلاد سبلاي جاي كده يوم جاي ايه شويه رايح كده وشويه رايح كده بسميها انا ايه فيمو فيمورال باي باس طبعا الحاجات ديت كلمه انفيت يا جماعه عشان اوصل للاورطه عشان اوصل للاورطه ده اصلا فيها ساعتين في العمليه وعشان افتح والبليدنج اللي هيحصل عيان هو كارديا فعيان دول 60 70 سنه ينفع ينفعش بتاع التفريغ لا لا ايه ده؟ يعني ايه ده؟ انت ما حاجه بس الاندو فاسكولار حل ايه ده كله؟ وانا قلت ليه معلش بيتعمل؟ لان الاندو فاسكولار حل ده كله الليزر حل الكلام ده العك ده خلاص البي تي اي حل الكلام ده كله عيان انفيت طب انت في 10 دقايق بتروح تسلم ايه المشكله؟ مشكلتنا احنا هنا في المنصوره بقى ايه؟ احنا ما عندناش اندو فاسكولار قليل قوي اللي بيشتغل عندنا اندو فاسكولار امال بره اندو فاسكولار ايه ده مين؟ خلاص كده احنا قلنا ايه؟ ما عندناش اندو فاسكولار امال ايه بره ده مين لاين ايه خلاص انا بس انا بقول ايه انت تقول لي طب ما العيان طب ما ادريش حل الا كده لا ما انت بص حل العك ده بقى ما عادش الكلام ده بيتعك ليه خلاص انت بص لو في 10 دقايق بتخلص والله شد ازاي يا دكتور واي شد برضه ايه ده لا واي شد ازاي مش سن لا ما انا فاهم عملناها بقى ايه بص ايه ده لا انت بص لو بيخش يسلك يخش يسحب دي كلها ممكن يحط السنت مثلا كده طول ده بس هو اللي استنى يخش من هنا ويخش من هنا خلاص ده كان يخش بقى بيخش من هنا يعني انا قصدي ان هو جاي يسلك ولا في الاخر برضه ان الرول مش يعني مش هيبقى لازم يعمل معاه هيعمل واي شيفت برضه يحط السنت هنا والسنت هنا خلاص في ساعات ما بعرفش احط السنت فانت خلاص انا هلجا لعملت مثلا يبقى دي تفاصيل يعني مش عايزين نقل الكلام ده في بحور في بحر احنا قلنا ايه يا جماعه على قدنا انت بص خلاص عرفناه طب لو تعمل مستشفى وهو اول ما شورت سيجمنت عامل صم انت او سيجمنت طب لونج سيجمنت الصح الباي باس العاديه اللي هي الانفيرتد واي دي تمام طب ما عرفتش تعمل انفيرتد واي في مشكله قدامك حل من الاثنين يا تعمل انزل له فيمر يا اما لو هو هنا نطر يعمل ايه؟ سمو كلمه كده وكلمه خلاص ديت يا جماعه الانديكيشن لو دي بقت قليله قوي ما عادش حد بيعملها طيب انزل تحت يبقى ده لو بوظت ايه؟ انزل تحت هو فيمو وجلوتين فيمو وجلوتين زي فيليو فيمو يا جماعه الاثنين بتاعهم واحد فيمو وجلوتين نفس الكلام شورت وما لونج سيجمنت شورت بتعمل ايه؟ صوم ان او ثري نفس الكلام طب لو لونج تعمل ايه؟ هنا بقى مش ممكن استخدم سنتيتك اوتوجينس انا بتكلم على الجزء ده الدايمتر هنا صغير كده ولا لا؟ يعني ممكن استخدم ايه؟ صفر انا قدامي حلين اما السنسيتك او الايه؟ او الاوتوجن اللي هو من ايه؟ صفر نص ايه؟ في الصوب بقى هنا بقى عايز اعرف ازاي باخد الجرافت من فين احطها في الارض؟ ازاي اخد الجرافت من فين احطها في الارض؟ عندي طريقتين الطريقه الاولانيه انت عندك ادي الفين وادي الارض انت الدم في الفين جاي من فين لفين؟ من تحت لفوق، ربنا خلق لي فيه فالف. وان واي فالف. خلاص؟ الدم في الارض مفيش فيه فالف، ده جاي منين؟ من فوق لتحت. طيب، انت سيادتك عندك سومبس هنا او ايا كان، عايز تعمل باي باس، عايز تجيب جرس وتحطها كده. هتجيب حته من الفين. الجيب فقط، تقوم هابط كده، تقوم هابط كده، وتشيل الحته دي كده. تشيلها خالص. الجيب فقط ملوش لازمه، ممكن مبسوط ممكن يشيله كله على بعضه. لان الفينوس رينج بتاع اللو ليمب معتمد على التيم. كان عندي جيب وسوبر فيش انا بتكلم عن سوبر فيش يا فينوس سيستم وده اخر الكلام ده في الفينوس في الفينوس سيكريشن اقوم واخد الجيب بحطها كده تمام غصب عني لازما اقلبها ليه اقلبها عشان البلد بتاعتي تبقى دايركت في ايه؟ طول مود عشان كده بسميها ايه؟ ريفيرزد اول طريقه كوندوي يعني ريفيرزد جرافت اخد حته من الفين
واقلب بعد كده وصل. دي طريقه سهله اهي. تعال على الطريقه الوسخه الثانيه، حاجه اسمها ايه؟ انسايتو جرافيتي. اسمها انسايتو جرافيتي، في حاجات فاتحه بتتعبها. انسايتو، انسايتو يعني ايه؟ الفين في مكانه، وصل الارض للفين. يعني ايه؟ بصوا يا جماعه بقى، لفه طويله عشان انت في الاخر هتقول ايه اللي في الادب دي؟ بصوا يا جماعه انا هعمل ايه؟ انا الاول قلت لكم انا هقوم جاي رابط رابط وقاطع. في الاول كنت بعمل ايه؟ ماشيين ده خالص في مكان، مش شايفه من مكان، سيبه زي ما هي، اياك تحصل. وبعدين هات الارضي ودي لي الفين. تقول لي ده ايه اللفه الطويله دي؟ طبعا المنظر ده مش هو ده كده الكينك الرهيب ده، ده هو الارض ماشي جنب البين اصلا. خلاص؟ وبعدين طب الفلسفة الدكتور اعمل ايه؟ كسر الفلسفة. طلع لي حاجه اسمها ايه؟ فالفو طور. حاجه اسمها فالفو طور، كسر الفلسفة. طيب لسه ثانيه واحده بس، هتقول لي يا دكتور ده في حاجه ثانيه انقح. ده في ساعات بيبقى في فانشات من الفين للفين اخوه. انت لو سبتها هتعمل لي ارتيريو فينس فيستر، لازم تربط الايه؟ البرانشات دي كمان. اللفه الطويله دي، ايه التخلف العقلي؟ ايه الاشتغاله دي؟ يعني عايز تقول لي الانسايتو جرافيتي، انا بعمل ايه؟ بربط هنا فوق وتحت، واربط البرانشات واكسر الفالفز واجيب الارض. ايه اللفه دي؟ ده فايده؟ كلام في غايه الاحترام. كلام محترم جدا على فكره، كلام مش اهبل. ده اكيد اكيد له فايده. ايه بقى الفايده؟ لا بلاش توصل، بس اقول لك حاجه، انت دلوقتي يا جماعه الفين ده او اي بلاد فيزا في الدنيا مش الجول بتاعه ده بلاد سبلاي. الجول بتاعه بلاد فيزا ده بلاد سبلاي اسمه ايه؟ بلاد فاصوله. ليه ماشيه فين؟ في الكونكت بتشق اللي حواليه. انت سيادتك لما جيت في الاول خدتها وشلتها كده اهو، انت فصلتها على البلاد سبلاي بتاعه ولا لا؟ هيحصل ايه في الجول بتاع الفين ده نفسه؟ هيحصل ايه في الاندوستيريوم؟ شيلنج هيقع. سيادتك هتيجي تحطها كده اهو، عبالة ما ياخد فاسكولاريتي يحصل عليها سرفس. الله؟ يعني ايه؟ هتيجي تحط الفين، تيجي تقلبه توصله، تلاقي في خلال ثلاث اربع ايام سرفس. ايه الفايده من هنا؟ كل اللفه الطويله ده اهي عشان ما تفصلش الفين عن البلد الفصام بتاعي. عشان اقلل الانسنس اوف ايه؟ اوف سرفس. انا قلت الارض ماشي يا جماعه. خلاص هناخد الاناتوميات. طيب هناخد الكلام ده في الكورس اصلا بتاع البيت، واحنا ماشيين ازاي. يبقى فهمنا، يبقى كلمه انسايت وجابت الهدف منها حاجه واحده بس، ان انا اقلل الانسنس اوف سوبر لفه طويله. طبعا ايه الكلام اللي انت بتعمله ده؟ احنا ما بنعملش العكس خالص. احنا بنعمل الفيديو التحليلي. بص للتحليل خالص، تشيلها كده اهو، تشيلها خالص. طب في الفيديو التحليلي يعني في الانسايتو؟ في الانسايتو بتبقى مكان بصر فوق وتحت، برضه فوق وتحت، فوق وتحت وبصر. خلاص؟ احنا بنعمل ايه يا عم؟ وبتدي انتي كوهاجر بتاعت النفس. عم بيفضل ماشي مدى الحياه على قد كوهاجر. طيب المهم يبقى ده تاني كده لو في مجرتين، فاهم؟ شورت ولونج. شورت هعمل سون بيبقى وزيت، لونج هعمل باي باس. هنا قلت لك ممكن استخدم سنسيتك او اوتوجنس. ازاي استخدم الاوتوجنس؟ ريفيرز فوندوي او انسايتوجرام. عندك كلمه كده مكتوبه حاجه اسمها بروفاندو بلاستي، مكتوبه عندك تحت التيمو بروتين. حاجه اسمها ايه؟ بص انا هكتبها لك لوحدها كده. حاجه اسمها بروفاندو بلاستي. فاكرين البروفاندا؟ مش انا قلت لكم يا جماعه ان الكومن تيومر بيتفرع على اثنين، السوبرفيشال اللي هو التيمور الاصلي اللي انا عارفه، والديب اللي هو اسمه ايه؟ البروفاندا. كده انت في حاجه اسمها البروفاندا في المراي اصلي. لو سيادتك لو حطيت صوم بسيطه تعمل ايه؟ صوم بالاند اصلي. الله؟ بيسموها بروفاندا الضغطي. يعني البروفاندا الضغطي ما هو مفيش ماده مش جديده، ده بتساوي صوم ام التريكتومي. بس فين بقى؟ في البروفاندا. يعني كلمه بروفاندا الضغطي تشتغل ثلاث كلمات وتقول كذا كلمه بين قوسين، ده بيساوي ايه؟ صوم ام التريكتومي ان بروفاندا. يعني افتح البروفاندا، شيل السموم بس، اقفل البروفاندا. سميتها انا ايه؟ بروفاندا بس. ماشي؟ تعالى انزل تحت كمان. الاوبستراكشن.
رقم ثلاثة. لو هو ديستال اوبستراكشن يعني تيبيال مثلا او بونيه هنتيجه تيبيال او بوستيريور تيبيال بتعمل ايه؟ هنا بقى تنفع تعمل صوم تنفيذ الادي كده ادي كده اهو يعني رفع الانبوبه بتاعت القلم الانبوبه بتاعت القلم مش القلم ذات نفسه الانبوبه اللي جواه ده ادي كده اهو يعني في جنبك ادي كده اهو تعالى انت بقى افتح وتيجي تشيل الصوم بس وتيجي تقفل تفهم منك كله على بعض يبقى ما الصوم بيقدر يصير في مقطعها ايه؟ ماشي هتعمل ايه كده؟ هتجيب جرافت لازم تجيب جرافت بحجم الدايمتر بتاعها القاعده العامه بتاعتي كل ما تصغر حجم الجرافت كل ما ايه؟ كل ما زودت الانستنس اوف صوم يعني اه هنحط الجرافت بس ببساطه شديده جدا ايه اللي هيحصل؟ هتجيب 6 نيوم يعني عايز تقول لي ان الديستا كونستراكشن السيرجري فيه از زي بان يبقى السؤال اللي انت بتساله بالشكل ده الرد يبقى ايه؟ لما يقول لك يا ابني الكونستراكشن فوق ولا تحت احسن؟ كلهم بيقولوا تحت احسن لا ده هو فوق احسن تمام يعني واحد جاي بالفيمور والثاني جاي بانتيريا او بوستيريا البروجنوزز انا اللي احسن فين؟ لان ده انت عارف الحل بتاعه هقول لك دلوقتي اذا ما كانش سيمباتيك ما يبقى ده عامل حاطه ايه؟ عارف هو انت عايز تقول لي ان ده عامل ده انك مش عارف تعمل حاجه للعيان يعني الكونستراكشن مش عارف تسلمه طب هتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ قلت لك اهو خلاص حتى الهند بص هو في فشل لانه بيزر رفيع جدا هيحصل في الصوبه الثانيه خلاص يعني من الاخر كل ده بص كل اللي احنا بنقول ده ايه؟ حلول اوكي صح بس انا قلت ايه؟ انهي الاحسن؟ انا بقارن ما بين اوبستراكشن هنا واوبستراكشن هنا ان هو اللي هيدي لك الجنبين اسرع اللي تحت طبعا يبقى مش اللي فوق زي ما انت متخيل يبقى كل ما طلعت لفوق كل ما كان البروجنوز احسن عشان كده يقول لك لو بيست البروجنوز انت عارف فين؟ في الايديو فين؟ ايه يوسف؟ ايه؟ ايه ده؟ مفيش مضاد لسه اقولها. يقول لك احسن برونوز دي مكتوب عندك في المربع كده في ان بي احسن برونوز اللي تيجي فوق فوق. ليه؟ لان المضاد فوق كتيرة ومضاد تحت كل ما نزلت كل ما المضاد قلت بغض عن سؤالك كونزرفتيف فين؟ المضاد اللي تحت قليلة. يعني المضاد اللي معتمد عليها برضه ايه؟ مش موجودة. بس يعني في فوق خد بالك بقى الارتيريا اوكليوجن كل ما طلعت كل ما البروجنوز كان احسن خلاص كل ما طلعت كل ما كان البروجنوز احسن انا مش هعمل له ايه انا هعمل بس انت اتفقت عالي انت كان جرين عالي ازاي ما قلتش ان انا فيها حلول بس قلنا ايه الراجل ده تعبان طب انا ممكن اعمل صوم بيضه وضيف مش هعرف اعملش انا بعملها ممكن احط الكلام هتتعمل بس المشكله ان انا احط الكلام انت صوم عليها ايه ممكن بعد شهر يجي لك كافه وهيجي لك بعدها كجرين لسه بقى في اللطر والقصه دي فاكرني؟ طيب يبقى الارتيريا ريكونستراكشن يا جماعه عرفت ان في حاجه اسمها مينيمال انفيزيف وانفيزيف خلاص وعرفت ده بيتعمل ازاي وده بيتعمل ازاي تعالى نتكلم على تاني حاجه وهي سيمباتيكتومي اكتب عليها هامه جدا تعرف ان النص صفحه اللي عندك دي لازم تشوفها كامله لجنة شفوي ب 35 درجة ممكن تخش في لجنة اوبراتيف من ضمن العمليات اللي بتتعمل خدت بس قول لي يا ابني ايه الانديكيشن قول لي الكونترا انديكيشن قول لي ازاي بعملها خلاص ده سبوبة بتوع الأوعية الدموية بتوع اسم سبعة ستة وسبعة ده ما شاء الله كل واحد فيهم يلهب له ثلاثة أربعة سيماتيكيوم في اليوم خلاص يلهب له كل واحد 5000 جنيه ولا خلاص لا المنصورة غلابة 5000 القاهرة بيعملوها ب 20000 خلاص المهم طب ايه الانديكيشن؟ اول حاجه هو ايه